حارس الكوفوندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أركر بك أبي هريرة أمغى كين عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه الله قد من أمغى قال أتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثير مغالا خفارنغاني من كيسنا خفارن كما يقول فارنغا كما قتني ما نحيتكم عنه نغاك وكيبي فاشتنبو خانا لا تبقكين وما أمرتكم به نغاك نمتوفو بغاي فأتو منه ما ستعتم خانا لتفون غسكون دمان فإنما أحلك الذين من قبلكم خانا تنادي جمعكي بحلاك غاكاني أصابون قد من كثرة مسائلهم إترنين دنك وغنى وإختلافهم أرسوغين على أنبيائهم هي النبي المنكم رواه بخاري ومسلم بخاري ومسلم سرك في الله.